احباب زينين، السلام عليكم. وان شاء الله تكونوا بيان. كي راكم احبابنا بخير ان شاء الله. لي فيديو اللي فاتوا يكونوا عجبوكم. الحلقه تاع اليوم حلقه جديده من ذكرياتي في المانيا. غادي نحكي لكم على لامي 2014، يعني بعد ما تعرفت على هذيك الشيره القاصر وكانت عايشه معايا. كنا عايشين في مدينه اخر وهي من مدينه كولن. الشيره هذه اسمها لوتسي المانيا. المهم خوتي، بوها الماني وامها امريكانيه. راسيست، كلبة الكلب، اسمها ميشايلا، يهودية، تكره العرب، تكره ليزاجيريان، تكره مغاربة التوانسة، تكره كلمة عربي، ما تبغيش واحد شعرها كحل. في هذيك الأسبوع اللي كنا عايشين فيه في رحبة كتعيط لها بزاف. قلت لها مع من راكي؟ قلت لها راني مع واحد عربي فوالا فوالا. قلت لها ما تقعديش معاهم، النو هما ما يتعاشروش، هما فيهم وفيهم ومسلمين وهذه وهذه. المهم يا خويا، قالت لها روحي للدار. قالت لها لا مانيش غادي نريح معاه. انا كان واحد السيد نعرفه مغربي، كنت نبيع له صوالح مسروقين. هذا السيد يخدم كاميو، شوفير تاع كاميو تاع ديارشال، يعني تاع لابوست في المانيا. عنده قريب 30 عام غربه. كان يقول لي هو لي جيب لي السلعه ونشريها لك. كنت ندي له السلعه، ندي له الريحه، ندي له السراوي، ندي له الكوستيمات، ندي له تريكويات، وكان يشري عليا ويعطيني حقي. كنت نحتاجه في الترجمه، كنت كما تعرفوا انا كنت جديد في المانيا، عندي شهرين ما نعرفش نهضر اللغه مليح. كنت نهضر معها غير تراديكسيون، يعني ندير لها جوجل تراديكسيون، نكتب لها بالعربيه، نترجم لها بالالمانيه، نعطيها تقرا. يعني ما كانش صلاح بيناتنا، الغولاسيون اللي كانت بيني وبينها ما كانش غولاسيون كاع، يعني سامبا تهضر معها بيدي وكل هي. هي كانت يعني كان عندها هدف باش راهي قاعده معايا، وانا عندي هدف انني الهضره تاع الناس سمعتها بزاف. الهضره تاع الناس يقولوا لي هواري خدم كواعطيك. انا كنت نحوس نخدم كواعطي، يعني واش ما تحتاج ندير لها، تحتاج قاش نجيب لها، تحتاج ماكله تاكل، ما خاصها والو. علاش باغي نخدم كواعطي؟ يعني انا كنت باغي زواج مصلحه، باش نكونوا يعني الصراحه، يعني انا كنت باغي زواج مصلحه، كنت نعشق فيها ولا كنت نبغيها ولا نو. انا كنت باغي نخدم كواعطي. دارت الدنيا، قلنا 20 يوم في رحبه، ما تفهمناش في هذيك الدار اللي كنت فيها انا وصاحبي مرتاح منا. ما هي انا وصاحبي مع مرتاح كنا بيها، انا وياها ما تفهمناش، ولينا ندابزو بزاف راك فاهم. ولا تحلبت لي بلي راني نسرق وكل شيء. صاي تحلبت المانيه في بلادها، غادي تحشيها لها انت باينه بلي راك تسرق خويا. تشوفك تجيب صوالح للدار، تشوفك تجيب تليفونات، تجيب الريحه، تجيب القش، فاهم. تخرج خاوي تجي مع جايب سلعه، من بعد هذيك السلعه تخرجها تروح تبيعها تجيب دراهم وتجي، تما باينه باللي انت راك تسرق. تحلبت لي، كي تحلبت لي براني نسرق، صارحتها باللي انا يا دراهم السوسيال 350 اورو ما راهش عطيها لي، يعني وما كاش كيفاش نخدم، شكون يحلبني باش نخدم خدمه اونوار؟ ما كاش في المانيا، لازم هما يعطوك التسريح بالعمل، وقال لك من القدام من على عام ولا على عام ونص باش نعطوك التسريح. تما سي اوبليجي عليا نروح نسرق بنت الناس، انت راكي عايشه بدراهم تاع السرقه. قلت لي اوكي ماشي بروبليم. قلت لها المهم غادي نخرجوا منا وغادي نروحوا للدار اللي عطيها لي سوسيال. قلت لي نروح معاك. قلت لها سوسيال عطيني دار بعيده 5 سوايع منا، في واحد الدوار، بلاصه خاويه فيها شويه سكاني، فيها غابه والثلج، هذا ما فيها، يعني في الصيف الحمام في المشتى الثلج. قلت لي نروح معاك. اديتها وتكلت على الله، ما نعرفش نهضر والو كيما نقولوا. انا عطيتها لادريس وهي ديتني، انا ما نعرفش نركب وكل شيء تاع داك الجديد راك فاهم. هي كنت محلبه في الترانات والكرامات صالح باسكو بلادها. المهم راني نتعلم ساعه ساعه نخون لها كلمه، هذيك يسموها هذيك يسموها، راني نتعلم. وصلنا للدوار تاعي، كان عندي مفتاح من النار، حليت الدار. كنت عندي بيت كيما هذه اللي راني فيها دروك، كنت عندي بيت عطيها لي سوسيال كيما قلت لكم نهار الاول، فيها فوتاي، فيها طابله، فيها ماريو، فيها سداري، فيها فراش، فيها ماعين، وعندي كوزينه كوليكتيف. كي نقول لكم كوزينه كوليكتيف يعني فيها زوج تاع لي فور، زوج تاع فريجيدارات كوليكتيف. انا واحد يخدم منتج عراقي هو ويسكن معايا، عطينا بيت هو وانا عطيني منا في ايطاج واحد. ايطاج تحتاني كاين واحد روسي، واحد افريكان، واحد هندي، عندهم ثلاثه شنابر. المهم انا كنت واحد النهار هو تنطيب البيتزا صح. المهم النهار الاول فات عادي، نهار الزواج قلت لها غادي نديك ونروحوا عند السوسيال باش نيفيتو المشاكل.
قلت لي لا ما تروحش عند السوسيال. قلت لها لا لا بغي نروح نقول لها باللي يعني مدام سيري عايشه معايا. قلت لي لا ما تروحش تقول لها. قلت لها قلت لي انا مينار وممنوع لي انا اقعد معاك هنايا. قلت لها مينار ممنوع لك تقعد هنا؟ قلت لي واه. وقلت لي بالالمانيه وانت رانتك هذاك الكلب من الكلب الهندي والروسي سمعوا الهضره خاطش كنا في الكوزينه دايرين البيتزا طيب ونقرعوا لها طيب فاهم. قلت لي لا ما نروحش معاك عند سوسيال باسكو دافيش نيش هي بلايبن. قلت لها فاهم. قلت لي فايل ايش بين نيش جافاكس انا فخاو ايش بين انت اختسن زعما. قلت لي بلي انا مينور يعني انا ما عنديش الحق نبقى معاك هنايا في هذا كيما نقولوا هذا السكن تاع المهاجرين تاع اللاجئين. انا كنت معدود لاجئ بصح ماشي لاجئ سياسي لاجئ انساني كيما هذوك الناس راكم فاهمين يا خوتي. يا خويا الكلب ابن الكلب هذاك الروسي مع هذاك الهندي سمعوا الهضره شي يديروا غدوا من داك. انا طابت البيتزا طلعنا للشومبرا من النار ريحنا كلينا ضحكنا نخرجوا نلعبوا بلي فيلو تما في هذاك الدوار لا ناتير السنجاب القناين يا الجنه فوق الارض. هذيك المانيا جنه فوق الارض. تفوت لا جورني تاعك شابه في المانيا تفوت لا جورني تاعك شابه عندك من تشوف عندك ما تحوس عندك ما تدور عندك ما تتصور. راني ساعه ساعه نحط لهم فوتو صحاب التيك توك اللي راهم يتفرجوا صحاب تيك توك ساعه ساعه راني نحط لهم فوتو. حبابي الزينين وناس اليوتيوب مرحبا بكم في التيك توك تاعي هو لي فلوك. وناس التيك توك مرحبا بكم في اليوتيوب تاعي هو لي فلوك يعني الاسم غير هو. والانستغرام تاعي هو لي فلوك. مرحبا بكم خوتي نتمنى ان شاء الله تدعموني ولاشين تاعي تطلع وتطلع وتولي في العلالي ونقدم لكم محتوى شباب في الايام القادمه ان شاء الله. كما قلت لكم انا عاود نولوا لقصتنا. عايش انا وياها والديها على بالهم ولا والديا على بالهم شو ولا هذاك الوقت خوتي في 2014 كيما نقولوا نسيت البلاد ودرت في راسي بلي راني عايش في المانيا خليني من البلاد. والديا والله ما كنت نعيط لهم بزاف صراحه يعني الغربه تنسي ماشي الغربه تنسي. واحد كيكون صغير يكون طايش كنت نعيط خطره في بوزمان وكلش. المهم واحد النهار خويا في هذيك الليله هكا مع العشرة 11 طق 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 شكون طق 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 شكون بوليزاي بيتا تو اوف مخن. قلت له بوليس او بوليسيان حلينا عليهم منا. قال لي عطيني الاوز فايس تاعك. الاوز فايس هي كارطه كي تقدم اللجوء الانساني في المانيا يعطوك كارطه اسمها الاوز فايس. بعد ما يبصموك ويديروا لك انترفيو ويسقسوك على جيت وش جيت تدير والهدف تاعك لمجيئك لالمانيا وش راك باغي دير في المانيا يعطوك كارطه سموها كيما النكوه تاعنا تاع لاجيري سموها الاوزفايس بالالمانيه. فيها تويرتك فيها لا دات نيسونس تاعك جنسيتك كلشي. حليت البورتموني تاعي لقيت الاوزفايس. هي راحت حلت صاكها طاك تصدام طاتهم الاوزفايس تاعها. شغل هي عندها الجنسيه وانا عندي اوزفايس مؤقت كانوا يجدوا لي كل 3 شهور 3 شهور نروح عند السوسيال سوسيالي بحثها الاوسلاندا بيهردا. اوسلاندا بيهردا معلومه هذه شرطه المهاجرين هي اللي مستكلفه بحق اللجوء والطرد وبزاف صوالح راك فاهم. هما اللي يجدوها لك كل 3 شهور 3 شهور تروح عندهم يجدوها لك. عطيتها له شافها ردها لي قال لي وير يو فروم. قلت له فروم ماروكو. قال لي زعما بالالمانيا فو هيزنزي. قلت له ايش بين اوس ماروكو نعم بلي انا من ماروكو انا كنت طايح مغربي وندمت لي كنت طايح مغربي. يا خوتي ندمت شغل غادي يصرالي في الايام المقبله تبعوا لي فيديو ما غاديش تندموا ندمتني نقول لكم. المهم هي طاطا شي يقولها قالها يا بنت بلادهم يهضروا معاها مش عقلك مستفين. قالها زي دوفن زي هي نيش بلايبن كون زي بيت ميت اونس كومن. قالها انت ما عندكش حق باش تقعدي هنا. قالها تقدري تجي معنا لمخفر الشرطه يعني البوليتزاي بريزيديوم يعني كوميساريه بالعربيه تاعنا. قلت لها اوكي كاين بروبليم ما كاش مشكله. لبست منا لعبتها تبكي هذه في تركيا راهي تولني ولا كيف انا حسبتها صايره مدينه. قلت لي دوك نجي منا ما فهمتهاش. المهم انا ما فهمتهاش كانت نحس شاي باغي توصل لي. داوها قعدوا 40 دقيقه. في هذيك 40 دقيقه تاع اللي داوها انا كتبت لاختها قلت لها ايزابيل اختها حلوفه سميه مسمومه فري ما تبغينيش كانت تهضر معايا فوق القلب. قلت لها ايزابيل قلت لها لوتسي داوها البوليتزاي. قلت لي وين علاش دارت لها ما دارت والو. قلت لها قالوا لي
كتبت لها تراديكسيون ترجمت وكتبت لها ميساج باش ما تسقسونيش تقولوا لي كي درت كتابته وما كنتش تهضر المانيه. قلت لها زعما قالوا لي ممنوع عليك تقعد هنا. داوا 40 دقيقه نشوف لا بوليس جاو شاعلين الضو تاعهم بصح نيسوني والو جاو جابوها. قالوا لي اس اوكي كاين بروبليم. قلت لهم شاو قلت لي صاي كاين بروبليم. هي جات عندي من عنقتني تبكي. انا قلت هذه صاي ضربتني بعشقه ما تجيش تروح دارهم. خوتي وهذاك المغربي اللي قلت لكم الشوفير تاع الكاميو كنت نجيبها يترجم لي ونعطيه الريحه باطل. نروح نخون الريحه دير 70 80 اورو القرعه ونعطيها له باطل باش يجي يجمع معايا ساعه نص ساعه يقعد يقولها ويقول لي راك فاهم. وصل حتى لي وليت نقولها روحي لداركم غادي تجيب لي مشاكل تي مينور وما بغاتش تروح. قالت لي لا نقعد معاك. قلت لها غادي ديروا لي مشاكل يدوني الحبس. قلت لها باسكو تي مينور القانون تاع بلادكم ما يسمحلكش باش تبقي معايا. قالت لي لا كي نكون باغيه انا نورمال ماشي بروبليم. قلت لي بصح انت زعما لا شديتني عنف ولا غادي يدوك الحبس. قلت لها انت راكي باغيه برضايتك؟ لا. قالت لي واه هي صاي. المهم ردوها لابوليس. كي ردوها لابوليس طلعنا ريحنا. قالت لي كتبت لي الترجمان باللي جاهم تليفون البوليتزاي من الهاوس تاعنا في البلاصه اللي نسكنوا فيها باللي كاين واحد بيع. هذا البيع هذا شكون؟ هذاك الروسي ولا هذاك الهندي؟ قال لهم كاينه واحده مينور راهي مع واحد هنا عربي. قلت لها كيما هكا. قلت لها ما نخرات عليه هو الكوزينه. قعدت نقرقب خرج لي من الشومبره حسبني ما غادي نخرب لها في صوالح ولا مش عارف. هو كيما نقولوا قال هذا راه يجيب صوالح ويخول الحوايج ومن يسرق غادي يسرق لي معيني ولا خمم يخمم كيما هكا ميزيريا طلاب يا خوتي. ونبدا حليت قشر تاع الكوزينه وين كاين امي رفدت خدمي قدرتها طرونبليتا حطيتها لهنا. قلت له راسي تمنى تمنى قلحت له حلوف. مهم ما يفهمنيش وقعدت نعاير فيه بالعربيه وهي قاعده تزكي من هي خلعت. قلت لي يا غير هذوك ما نقولش اسمهم اليوتيوب ما يبغيش راكم تعرفوهم شكون. قلت لي هذوك وليت كيفهم تبان منهم ما ديش هكا مشاكل. قلت لها نرفاني قلت لها حزات منا. المهم اتفركتنا قدو من داك خويا صبع لي سوسيال يطبطب 7 تاع الصباح قال لي البارح جمعت لكم بوليتزاي وداوها وهذه مينار ومنها ومنها ما عندهاش حق تقعد معاك. قلت له شوف انا ما رانيش قاعده مع دارنا وهذا غادي نتزوج به تعطيني سكنه ولا نقعد معاه. قال لها سي بون ريحي معاه. سكتت له بلعت له فمه. المهم ولينا يعني كيما شهر العسل انا وياه الضحك اللعب نخرجوا نحوسوا. فوتنا ايام شابين على هذيك المدينه اللي كنا فيها في الدوار وانا بتحاسب بنت البلاد ما غاديش نجم تصبر في الدوار بصح كونترير الدوار عجبها. فوتوا فيها ما تشابين حشيه حشيه ندي الساك تاعي هذاك الالومنيوم اللي حكيت لكم عليه الفيديو اللي فات اللي ما تفرجش الفيديو يروح يتفرج راني حاطه في اليوتيوب كومبلي قناه هو ريفلوك تلقوها هنا يا خوتي والانستغرام تاعي هو ريفلوك. توجور نفكركم بهم خوتي توجور نفكركم بهم باسكو كاين ناس تبغي تتواصل معايا في الانستغرام هو ريفلوك ولا اللي بغى يتفرج اليوتيوب الفيديو كومبلي يتفرجها في هو ريفلوك. خوتي برحمة والديكم دعمونا ما تبخلوناش والله العظيم دعمونا والله هذه الحاجه اللي نتقوتوا بها. المهم خوتي سرقة منا نخرج حشيه نافيغيزو سراويل 4 50 50 دخل 200 اورو 150 اورو واحد النهار ايه كل يوم الراس تاع والديهم الكلب هادو لي زالمون كل يوم صباح عندك البوتولات يبعثوا لك البريات. خليني نفهمكم علاش دروك انا كي راني نسرق وندي في الحوايج وندي في الصوالح والريحه يقبضوني. كي يقبضوني شي يديروا لي يقبضوني يقولوا لي انا اوزفايس نعطيهم الاوزفايس ربع ساعه ويطلقوني راك فاهم علاش خاطر على بالهم وين نسكن على بالهم وين عايش على بالهم وين نروح وين نتمشى كلشي متبعينك يعرفوك وين راك ترقد عندهم السكنه تاعهم راك فاهم يطلقوك بصح يديروا لك اموند. انا ما كانش على بالي باللي كل ما يقبضوني كل ما يديروا لي اموند كل ما يقبضوني كل ما يديروا لي بروسي كل ما يقبضوني كل ما يديروا لي بروسي بالالمانيه بين قوسين يعيطوا لها شطرافه. ما على باليش باللي كل ما يقبضوني يديروا لي شطرافه يا خويا. كل يوم صباح نوض نقلب بريات جيب 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 ما نحللهمش كاع عصرينهم نقدرها نحطها نرفدها نحطها نرفدها نحطها نخزنهم عليها خاطر شنو كان تشوفهم تتحل بلي راني ندير مشاكل وراهم يقبضوني ومنا ومنك فاهم. نخزنهم عليها وفي الليل نخرجهم نحرقهم نخرجهم هكا بالكموسه هي في القلبه تاع الدار كاين جاردان نقيسهم في واحد المجمر هكا ساعه ساعه نشوفو فيه نقيسهم ونشعلهم النار ونطلع هي ما جايبه اخبار والو. واحد النهار يا خوتي
ورقتي طاحت من الشجره كما يقول لك واحد كيبغي يموت يقول لك ورقه طيح من الشجره. انا ورقتي طاحت من الشجره الحريه باي باي. من التالي نط صباح حليت هذاك الاخر رفدت هذيك البريه حطيتها في الدار على ما طلعش هي طاك 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 دير كوبون قلت حلها حلتها تقراها ودار شرع تاع الالمان كي تحل بريه يرسولك في الورقه الفوقه في الوسط فيها عود وعود واقفين عود ما عود ونسر في الوسط يعني دار الشرع يعني خلاص عليك. قراتها قالت لي شوف قلت لها شاولا قالت لي بعثوا لك بريه كتبتها لي تراديكسيون بالعربيه قراتها وكتبتها لي تراديكسيون قلت لي كتبوا لك بريه وقالوا لك غادي تجي عندنا الحبس الفلاني قلت لها الحبس نروح عندهم انا قالت لي واو قلت لها دار الشرع قالت لي لا حبس ما دخلتليش في راسي جي عندنا الحبس ما دخلتليش في راسي قلت لها لا دار الشرع قلت لها بالك نحضر الشرع قلت لها باسكو درت مشاكل وكابابل يا خوتي راني جديد في المانيا شحال عندي ربع شهر ربع شهور في المانيا وشيرة حامل واه ربع شهور في المانيا شيرة حامل جاتني برية تاع الحبس اروح انت دروك فهم اروح انت سطر حياتك كي تبداها كي تكملها شدير شما دير قراتها قالت لي لادريس فلانيه فلانيه قالوا لك اروح عندنا عندك 15 يوم في يدك وكاتبين لي في القلبات على الورقه واش مسموح لك تجي معك للحبس يعني مسموح لك تجيب تقاشير مسموح لك حاشاكم حاشا قدركم تجيب دي كارسون تجيب تريكويات بو تجيب بوني تجيب كاسكيطة تجيب ساعة تجيب سنسلة اللي عندك منقوش يعني باف تجي معك تلفزيون صغير تجي معك راديو تجي معك بلاي ستيشن 2 وتجي تخدم حبسك. قلت لها شحال طاوني حبس قالت لي طاوك 108 ايام قلت لها لا قلت لها ما نروحش قلت لها ما تروحش يدوك قلت لها والله ما نروح مهم غدوة من داك نهار الزواج ثالث رابع خامس نورمال مستريسي قاعد في الدار ونهضر مع صحابي فوالا شا داروا لي شا ندير شا ما نديرش قالوا لي روح عند محامي رحت عند محامي قال لي ما كاش كيفاش خويا قال لي صاي نتايا طبق عليك الحكم باسكو رسلوا لك برايات بزاف لو كان عينك لو كان كنت تحل وتقرا لو كان جبتهم لي درت لك الطعن باش ما تدخلش الحبس نخرجهم لك سوايع تاع خدمه كيفاش سوايع تاع خدمه يعني كي تكون فيك شطرافه تكون فيك اموند في المانيا تاع الخيانه سوايع تاع خدمه يعني يجيبوا لك خدمه في جاردان في سبيطار في 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 ما جو سي با وين في اي مكان في اي مكان تخدم سوايع باطل يعني هذيك السومه اذا سالوك 1000 اورو يجيبوا لك 100 ساعه تخدمها يعطوها لك 100 ساعه يقول لك خويا خدمها خيرها تخدم 8 سوايع في النهار 6 عادي نورمال برا في لا ليبرتي تروح لدارك وتروح تخدم وترقد ونورمال وتخلص 350 تاع السوسيال فهمتوني انا ضربت النحمه كنت نحل بريات نشوفهم تما كي ضربت النحمه كنت نحل بريات نشوفهم فاتتني هذيك عندي الطعن وكسر الشرع طبق عليا الحكم باش ندخل للحبس يا خويا وحبس كي داير ما على باليش جامي دخلت حبس في لارجيري جامي دخلت كوميساريه في لارجيري وما بغيتش نروح انت تتبع لادريس اللي طاوها لي قالوا لي 15 يوم ما تجيش ندوك نجيبوك وين تكون مخمم هي كي ندير معاها بالبيبي مخمم من نجيب دراهم سوسيال حبس لي دراهم هذاك الشهر مابقاش يعطيني ولد الحرام وهي التكنيك تاع لي زالمو اسمعها مليح قال لك هذا ما نجمش يروح يخون باسكو فيه الحبس وقال لك ما نجمش نعطيه الدراهم نخليه هو يجي عندي واحد النهار نوض صباح ديتها معايا ورحنا عند سوسيال قلت له خويا انت البارح كاع الليل وانا قارع تبعت لي الدراهم في الكارت بونكار اللي راك صانع حالي باش نروح نخرج من البونكا 350 اورو ما بعتليش قال لي واه نعطيك شاك قال لي بصح استنى 10 دقائق كان نزيبيتا فات نزيبيتا 90 مينوت داوسن خرجت برا جمعت 10 دقائق نقارع عليها قلت له الرباني هذا جامي قال لي قارع من ناظر وقارع اي قعدت مزحفان مجمع هي مجمعة حدايا كنا في التروازيام ايطاج يا خوتي حتى نسمع المفاتيح يتقربعوا قلبي يحس بها اي درتهم جايين ثلاثه تاع بوليتزار هالو كنا زي بيتا اوز بايس جيبن خلطاني شفت فيها وداعا قلت لها في قلبي راني في الحبس داروا لي لي مينوس عطيتهم هذيك الاوز بايس داروا لي لي مينوس ركبوني في الفيتو هي قاعده تبكي من مرايا داوني للسيلونه قلت لها دروك ديني الحبس لا ما نقعدش نفسيلو قال لي لا تبات اليوم غدا قلت لها دروك ديني قال لي شوف قال لي عندك بروسي 1080 اورو 108 ايام قال لي غادي تروح تخدم 108 ايام قلت له جامي دخلت حبس نخلصها نخدم سوايع باطل قال لي لا
خوتي الفيديو الجاي 20 دقيقة الفيديو الجاي نكملكم الليستوار، تابعوني راني بايت الكوميسارية وغادي يدوني الحبس. جامي دخلت حبس، جامي شفت حبس في ألمانيا كي داير الججمة تاعي الأولى. السبب هو السرقة، ونعطيك كيما راكم تعرفوا الألمانية خليتها حاملة وغادي يدوني الله يجيب الخير. ما عندي محامي، ما على بالي الحبس كي داير، ما على باليش كاع شنو غادي يصرالي، وغادي يصرالي بزاف مغامرات. تابعونا خوتي العزاز، دعمونا بزر الاشتراك، ابوني خويا العزيز، ابوني ابوني ابوني، بارطاجي مع احبابك، طلع الفيديو دير له جام باش يطلع كاع الحباب زينين. ماشي تلعبها لي نسيت خويا، جام ما غاديش نقص لك الدم، دير لي جام، ما تبارطاجيش دير لي جام. ما خويا صافي فهمتكم خوتي العزاز، هيا ما تحشفوناش وما تكشفوناش كيما انا كشفتكم في لاما. ما انا يقول لك حرمتها عليك يعني زاجيريا والله. والو خوتي والله غير الصغر دارها بينا وصاي خوتي، الحمد لله ربي عفى علينا. ايوا ورانا نحكوا لكم لي صور تاعنا باش تعلموا من لي فوت تاعنا خوتي. هذه هي خوتي، ربي يخليكم، ميرسي بوكو كاع الجاليه الجزائريه كيما مداري ديديكاس كاع لحبابي وكاع اللي نبغيهم، كاع الحراقه انترناسيونال ها، وناس وهران وناس سيق وناس بالعباس وناس تلمسان وناس بجايه وناس مغنيه وناس بليده وناس قسنطينه وناس الصحراء كاع 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 اللي تبغوني. احبكم من القلب والله العظيم، لا نبغيكم بيناتنا غير تليفون بصح صافي بليزير خوتي. كاين اللي دار فيا خير وما نساهلهش وقعد في رقبتي الى يوم الدين، وكاين اللي وقف معايا لا بغى بكلمه طيبه. راكم في القلب خوتي العزاز، ربي يخليكم، ميرسي بوكو على الدعم، وان شاء الله نقدم لكم محتوى في الشباب خوتي. غدوه من غد نحط لكم فيديو، انتوما ما عليكم غير دعمونا وطلعونا الفيديو. باي باي لا فامي، السلام عليكم، تحياتنا لكم.